أخبار اليوم. من نومهم من صحوهم من كل تفاصيل حياتهم وربما يدفعونها أيضا في صورة أمراض. ارتضى أصحاب هذه المهنة أن يصابوا بها عن حب وعن رغبة وعن إرادة، لأنهم يعرفون أنهم يبحثون عن الحقيقة. لم يكتب التاريخ لنا اسم الصحفي الأول، لكن المؤكد أنه كان واحد من الممسوسين بالبحث عن الحقيقة. ربما يكون دفع ثمن ارتضى الصحفيون على مر الأزمان أن يدفعوا. لو كتب لنا متى أصبح في مصر نقابة للصحفيين؟ الفكرة التي بدأت منذ الأربعينيات في القرن الماضي، والتي بسببها تبرع الصحفيون حتى بمنازلهم من أجل أن يكون هناك تجمع للباحثين عن الحقيقة لمهنة الصحفيين والذين يعملون بها. وأكد أن سنوات طويلة وكفاح طويل مر به الصحفيون حتى يصلوا إلى هنا، يكون جميعا علينا أن نقدم لهم كشف حساب فيما فعلنا بهذه المهنة اللي قدموها لنا بمنتهى الحب والشكر. كل توفيق في مهمتهم الوطنية الكبيرة، وأعرب عن خالص تقديري واحترامي للأقلام العريقة الكبيرة والمبشرة إن شاء الله بأمل كبير لمصر بإذن الله. بنقول للصحفيين كل سنة هم طيبين.